الحمد لله، هذه لمحات من حياة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نذكرها وننشرها وننثرها لعلها تعلي همتنا وهمة طلبة العلم بإذن الله عز وجل. الشيخ رحمه الله لما بدأ في تصديه للتدريس كان الطلاب الذين يحضرون مجلسه لا يتجاوزون 10، وربما ألقى درسه وليس عنده إلا 2 أو 3، ويذكر عن نفسه أنه ربما قدم ولم يجد أحد من التلاميذ. فصبر جميل والله المستعان، فانظر إلى هذا الصبر وهذا البذل حتى بلغوا 200 في مجلسه، وطبقت شهرتهم الآفاق ونشروا العلم في أصقاع الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فالإخلاص الإخلاص يا طلبة العلم. الثاني، كان مفرغا نفسه بعد العصر لقضاء حوائج الناس والشفاعة لهم وإجابة فتاويهم وقسمة تركاتهم، ولم يكن يأخذ على ذلك شيئا رحمه الله. ثالث، ألقى مرة محاضرات في كلية البنات فأعطاه المحاسب شيكا مقابل ذلك، فقال: تريدني أن أتقاضى راتب نساء واجبي تجاه بناتي وأخواتي؟ الله أكبر، رحمه الله. رابعا، كان إذا تأخر عن العمل لما كان في المعهد العلمي ولو بضع دقائق يثبت ذلك في دفتر التحضير ويكتب أمامه بغير عذر. فأين الذين يتغيبون ويكذبون؟ والله لا أعرف من الناس من أمات أهله كلهم، نسأل الله العافية والسلامة، كل يوم بعذر. فأين أنت لما تقهم الله عز وجل ويسألك عن المير والنقير والقطمير؟ وهذه أمانة. أهدى له الأمير عبد الإله سيارة جديدة فأرجعها مع ابنه عبد الله وأمره أن يشكره ويخبره أنه ليس بحاجة إليها، مع أن سيارة الشيخ كانت قديمة ورخيصة القيمة. سادسا، كان دقيقا جدا في الأموال التي يعطاها للتبرعات، ولذلك عقيل سلم مرة كيسا فيه مبلغ كبير من التبرعات لإيصالها، فلما خرج لحقه وقال: يوجد نصف ريال في الكيس، انتبه لها لئلا يقع. سلم يوما عقيل العقيل كيسا فيه مبلغ، ناس تبرعت لأنه ما تدري سبق درهم 100,000 درهم. فأين الذين يلعبون لأموال الناس؟ نسأل الله عفو السلام. سابعا، من اهتمامهم بقضايا المسلمين أنه كان يجمع تبرعات مسجده للمجاهدين في فلسطين وأفغانستان وكوسوفا وغيرها، ويكلف أحيانا الطلاب ولصال المساعدات لهم لما كان ذلك طبعا مأذون به من قبل ولي الأمر وفقهم الله جميعا. ثامنا، عنده جلد في العبادة، سافر من عنيزة للرياض ثم إلى مكة، فلما انتهوا من العمرة أخلدوا للنوم من شدة التعب، فاستيقظ أحد الطلاب منتصف الليل يقول: فوجدت الشيخ قائم يصلي، فحاولت أن أقتدي به فصليت قليلا ثم تعبت ونمت وباق على صلاته. حتى الشيخ بن باز في مرض في المستشفى ما كانت له قيام الليل. الله أكبر. إن الله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها رأوها لجة فجعلوا صالح الأعمال فيها سفنة. من تواضع الشيخ تاسعا، أنه ركب مرة سيارة قديمة مع أحد الطلاب فتعطلت بهم، فنزل الشيخ بنفسه ودفع السيارة حتى تحركت واشتغلت ثم ركب رحمه الله. في أحد المرات كان أحد المرافقين معه مع الشيخ رحمة الله على الجميع مسرع، وأوقفهم رجل المرور وفقه الله ويمن كل خير، فلما علم أن الشيخ معه لم يعطهم مخالفة ثم مضيا. فسأله الشيخ: لماذا أوقفك رجل المرور؟ فحكى له الطالب القصة، قال: ارجع، سبحان الله، ارجع إلي. فرجع وقال: حرر المخالفة. ثم لما مضيا قال: نصف علي ونصف عليك للطالب، لأني ما نبهتك، أنا انشغلت وما نبهتك أقول لك لا تزيد السرعة. فانظر لمن يجعلون على لوحاتهم علامات ويطمسون أرقامها، ومن يذهب بعد المخالفة ليجد شفاعة ظالمة ليسقط ذلك من حق الدولة وفقها الله لكل خير. كان سريع الرجوع للحق والاعتراف بالخطأ إذا بدر منه. في إحدى خطبه ذكر فضائل قراءة سورة الفتح عندنا، فنبه أحد الطلبة بعد الصلاة أنه سأل في الخطبة وأن الفضائل آية الكرسي، فأخذ الشيخ الميكروفون ونبه الناس أنه أخطأ في ذلك. أيضا يعظم جانب الاحتساب، دعي يوما لإلقاء محاضرة في إحدى المؤسسات الرسمية
فوجد صورة كبيرة في المنصة بشكل فيه تعظيم لا يليق، فطلب إزالتها، فرفض المسؤول ذلك بشدة، فتوجه الشيخ لأقرب مسجد فتبعه الناس وألقى محاضرته فيه. الشيخ أرسل أحد طلبة العلم تنبيهات على بعض الأحاديث التي طرحها الشيخ أو ضعاف فرح بها، وكتب له رسالة يشكره فيها ويذكر سبب تصحيحه وتضعيفه، ثم طلب أن يزوره فأكرمه ورحب به. من طرائف الشيخ خرج مرة من حفص البدايع فوجد رجلا كبيرا في السن في الطريق فأركبه، فلما وصل عنيزة قال الرجل: أريد أن تذهب بي للشيخ بن عثيمين. فقال الشيخ: لماذا لم تسأله عندما قابلته في البدائع؟ فقال: لم أقابله. فقال له الشيخ: سبحان الله. فالشيخ وش قال له الآن؟ فقال له الشيخ: رأيتك بعيني تتحدث معه هنا. فقال الرجل: أنت تضحك علي، رجل أكبر من أبيك، لم أقابله أبدا. قال: أنا ما قابلته ولا شفت الشيخ. فقال الشيخ: صلي في هذا الجامع فهو إمامهم. فلما انصرف الشيخ من الصلاة فاجأ الرجل أنه هو، فقام إليه وقبل رأسه وجعل يدعو له ويبكي. من شدة اغتنام الوقت كان يأتي المسجد على قدميه، وكان بيته بعيدة، فكان يستغل ذلك بأن يقرأ الطلاب عليه أو أن يجيب على بعض الفتاوى. ويقول صاحب هذه الفوائد: وسافرت معه مسافة طويلة، فكان وقته بين قراءة أو صلاة أو نقرأ عليه بعض الكتب ويعلق عليها. ألقى الشيخ ما يقرب من 2250 خطبة، وترك أكثر من 115 مؤلفا وألاف الساعات الصوتية من محاضرات ودروس وفتاوى حج 31 مرة. وكان يبذل جهدا كبيرا في الحج، وهذه ليست من كلام الدكتور وليد الحسين صاحب الجامع الحج بن عثيمين التي ننقل منها هذا، بل قصة أخرى. كان الشيخ سبحان الله في الصفوة المرة بين الميلين الأخضيرين يعدو عدوا شديدا كأنه ابن 20 سنة رحمه الله. فجميع وقت الشيخ للدروس والإفتاء والعبادة ولا ينام إلا قليلا. حضر عنده مجموعة كبيرة من الاتحاد السوفيتي في الحج، فلما انتهى قام أحدهم وكبر وكبر خلفه، ثم قال: هؤلاء التلاميذ يا شيخ درسوا كتبك في الأقبية حيث كانوا يمنعون من إقامة الدروس، ونحن الآن في خير وفي بركة وفي أمن وفي أمان، ويزهد طلبة العلم عن حضور مجالس العلماء، بل ويقدحون ويقعون فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. في شدة مرض الشيخ بالسرطان كان يجيب الأسئلة على الهاتف ويطلب معاملات الناس وفي المستشفى ليقضيها، ثم طلب أن يلقي درسه في عشر الأواخر من رمضان في الحرم وصر على ذلك، فانتقل معه للطب وكان يلقي الدرس والأجهزة والأكسجين على جسده رحمه الله رحمة واسعة. كان الشيخ رحمه الله يربي طلابه. وهذه زيادات طبعا أغلب ما ذكرناه أخذناه من كتاب الجامع لحتى بن عثيمين لتأليف الدكتور وليد الحسين. كان الشيخ هناك سكن للطلاب في جنب مسجد الشيخ، فكان يجعل يوما لكل طالب يذهب إليه في سكنه ويخصه بالعلم. سبحان الله رحم الله. كان الشيخ في السفر إذا جاء الليل وجن الليل كان الشيخ رحمه الله ينزلهم ويريهم منازل النجوم فين في السماء، فكانوا له علم بهذا، يقول لهم هذا سهيل وهذا الشعراء إلى غير ذلك. الشيخ رحمه الله زاره ولاة الأمر فقال: نجعل لك بيتا. قال: لا، لم يبقى في العمر كثير رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ لما انتدب للتأليف وأرادوا أن يجعل له مالا فرفض، فقالوا: يعني كيف ونحن انتدبناك للتأليف؟ قال: هذا بيني وبين ربي. وخفض الراتب حقه
كما خفضت ساعات الدراسة التي كان يدرسها الشيخ في الجامعة. هذا قليل من كثير من مناقب هؤلاء الأفذاذ الكرام، لا نزكيهم على الله، هؤلاء آباء فأتني مثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وأفضل من ذلك كله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وأنا الله على ذكره، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.